في إطار رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وتطلعات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، أصدر سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنفط والغاز قرارا بتعيين سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد رئيسا لمجلس إدارة الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن أسري. يأتي هذا القرار ضمن مساعي الشركة القابضة للنفط والغاز في الاعتماد على الكوادر الوطنية لتعزيز التطور في الشركات التابعة لها بما يتوافق مع استراتيجياتها المستقبلية وضمان الاستدامة.